مرحب بكم مشاهدينا في الحياة الآن، أهم وآخر الأخبار الواردة إلينا حتى اللحظة. هبدأها معكم بأهم العناوين. الإدارية العليا تؤيد صحة الانتخابات البرلمانية وترفض طعون وقفها. والعليا للانتخابات تعلن النتائج الرسمية للمرحلة الأولى اليوم. الرئيس السيسي ينهي جولته الآسيوية بزيارة البحرين. ومصر و16 دولة يجتمعون في فيينا لبحث التوصل إلى حل للأزمة السورية. البنك الدولي يعلن صعود ترتيب مصر في مؤشر حقوق المستثمرين. والبورصة تربح 4.4 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر.